الدرس الثالث الذي سجله محمد مسعود بالمهدي بالمهل. في أمسية ممطرة وبحضور الأنصار استقبلت جمعية شلف الضيف رائد القبة الذي وضع نصب عينيه إبعاد الإخفاقات الملازمة له منذ دخوله المنافسة، لكن وجد أصحاب الأرض مصممين على التهديف، وفعلا كان لهم ذلك في الدقيقة 7 عن طريق مسعود بهدف لا غبار عليه بعد أن استقبل الكرة من المدافع مكيوي. هدف لم يستسلم له رفاق اللاعب سونغاري، وتمكنوا بعد أقل من 7 دقائق من تعديل النتيجة بفضل اللاعب عمران بطريقة ممتازة، وهو التعادل الذي بعث الثقة في صفوف اللون الأخضر. المهاجم شهلول عبد الحميد من جانب الشلفوة ضيع فرصا أمام مرمى المنافس. تحرر لاعبي القبة من الضغط نسبيا لم يمنعهم من تلقيهم هدفا ثانيا، وهذه المرة من اللاعب بول بياغا بعد كرة سوداني التي تصدى لها الحارس كبابي، وفرحة على الطريقة الإفريقية. كان ذلك في الدقيقة 39 من الشوط الأول الذي انتهى لصالح رفاق القائد زاوي أمام أبناء المدرب ميهوبي. الشوط الثاني دخلته جمعية شلف ببذلة رياضية مغايرة وشروع محليين في تهديد حارس القبة بواسطة مسعود، غير أن اللاعب يحيى الشريف مهاجم الرائد باغت بتصويبة مدققة الحارس بنفيسة معدلا النتيجة، وهذا بعد مرور الدقيقة 53. اللقاء عرف تنافسا كرويا بين لاعبي الفريقين شلف والقبة، والذي جرت كافة أطواره في روح رياضية عالية. سوء تفاهم في الدفاع كاد أن يكلف فريق شلف هدفا، وقبل نهاية اللقاء بخمس دقائق استفادت جمعية شلف من مخالفة بعد عرقلة اللاعب زوج. الخطأ استغله جيدا مسعود المختص في الكرات الثابتة، مانحا الفوز لفريقه ورافعا رصيده من الأهداف. بعد هذا التقدم في النتيجة أصبحت عناصر شلف حذرة من لاعبي رائد القبة الذين قدموا مردودا طيبا رغم انهزامهم أمام شلف. داروا مقابلة، حطوا الكرة، أمنوا بنفسهم، أمنوا كل واحد أمن بصاحبه، احترموا المنافس، احترموا التحكيم، احترموا قرار التحكيم. هذا شيء رانا نديروا فيه الحمد لله، رانا نربيو. درنا مقابلة كبيرة ونشكر اللاعبين ونشكر فريق شلف في يعني الكرة اللي لعبوها والاحترام خاصة من طرف الجمهور.